السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أسامة ثامر من قناة أكوير إنفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وجروب الأحواض النباتية على الفيسبوك. اليوم راح نحكي بريفيو جديد لإنارة جديدة من شركة شيروز. أعتقد هي آخر إنارة راح نسوي لها ريفيو، لأنه الشركة تقريبا فولنا كل الموديلات اللي نزلت من قبل هاي الشركة. هاي الإنارة تقريبا هي أحدث إنارة نزلت عن شركة شيروز، أصغر إنارة تحول أحواض النانو، وإنارة ممتازة وحلوة وسعرها رخيص مناسب. فهنا نشوف شنو هاي الإنارة. شيروز CII. إنارة شيروز CII هي إنارة ديسكتوب أكواريوم لايت سيستم، إنارات لأحواض المكتبية، الإنارات لأحواض النانو اللي تخلى قريب من المكاتب أو الأحواض اللي تخلى يعني قريب من الفراش النوم، يعني هاي الإنارات الحلوة. بصراحة هاي الإنارة جتي منها موديلين. الموديل الأول قبل فترة نزل، تقريبا قبل شهرين أو 3 شهور، هو النورمال مثل ما تشوفون هنا. والموديل الثاني اللي نزل اللي هو هذه اللي بيدي، اللي هي الدبليو، اللي هي RGB. RGB هي متكونة من عدة ليدات بلون واحد، يعني ريد جرين بلو ان وان ليد. فهذا النوع تقريبا هو احدث نوع، وحاليا هو هذا النوع SMD اللي دا ينزل بمستوى بالعالم كليته. فخلونا نفتح هاي الكارتة ونشوف شنو بطنها، ونشغلها على حوض ونقيس شدتها ونشوف شغلها مقارنة بسعرها. فيلا بينا تعالوا رح. بسم الله. طبعا احلى شيء بالهواية هو عملية الريفيو، عملية تعريف الناس بالمقابل بالمنتجات الجديدة اللي دا تنزل بالاسواق، وبالمقابل نفسه عملية الفيدباك اللي يقدمها المشاهد لمقدم المحتوى. بمعنى انه الاشخاص اللي دا انتج لهم هذا الفيديو، اللي يشاهد على اليوتيوب شاكر فضله، احب انه يسوي لنا سبسكرايب، وكذلك يعطيني التقرير او الفائدة اللي استحصلها من مشاهدة هذا الفيديو. هل حصل نتيجة ايجابية؟ هل حصل نتيجة سلبية؟ هل انه مجرد مشاهدات ما مستفيد من هذه؟ يعني بصراحة اليوم احد الاشخاص الاصدقاء بالهواية ذكر لي انه يواجه مشكلة بعملية مشاهدة الفيديوهات من موضوع الفوكس، يعني الكاميرا تاخذ فوق. بصراحة اني مجهود شخصي انه دا اصور الانارات ودا اصور يعني عامة فيديوهاتي، وما استقبل اي يعني مساعدة من احد ثاني، فموضوع الفوكس شوي عندي صعب انه كيف اشاهد واصور وبنفس الوقت اركز على الاوبجكت اللي يعني انا دا اركز عليه. خلونا نرجع على الانارة ونتفرج تفاصيلها. طبعا هذا مثل ما تلاحظون هذا الكتالوج خاص بشركة شيروز، نفس الكتالوج اللي كل مرة نقرأ، لكن هذا يخص CII الإنارة الجديدة بتفاصيلها. حاطينه البلاك، رأس الشحن، رأس الكهرباء عفوا، البلوتوث، وبعدها بلاك ثاني، وستاند الإنارة. مثل ما تشوفون ستاند الإنارة، حنا تحكي واحدة واحدة بالتفاصيل. الليدات طبعا هي نفس الشيء جاينا وكاتبين الليد ستاند وتفاصيلها، وأورنج هذه النقطة اللي جديدة. تمام، ما عندنا مشكلة. طبعا هاي الإنارة ما كاتبين عليها الشدة، لا مكتوبة الشدة، ممتاز. هاي شركة شيروز الحلو بيها انه دائما يكونون صريحين واثقين من تصرفاتهم ويا الزبائن. خلونا نشوف شدة هاي الإنارة مثل ما مذكور هنا. هنشوف التفاصيل، الفرق بين الإنارتين. عندنا الإنارة الأولى مثل ما تشوفون هي CII، هاي الإنارة القديمة ترهم اثنيناتهم مواصفات حوض أو أبعاد الحوض من 20 إلى 36 سنتيم. الأولى كانت 16 واط، الثانية جديدة 20 واط. الأولى تحتوي على 60 ليد، الثانية تحتوي على 40 ليد 3 إن 1، مثل ما قلت لكم ريد بلو جرين. اثنيناتهم الشدة مالتهم 1600 لومين. هاي المواصفات اللي تكلمت عنها هاي الإنارة لهذا النوع. طبعا هذا النوع الجديدة اللي هي ريد بلو جرين RGB تحتوي على بلوتوث، وهذا البلوتوث يربطك ببرنامج ماي شيروز اللي موجود بابل ستور او موجود بالاندرويد، اللي عن طريقه انت راح تغير من اعدادات الاناره خاصه بك. هاي الورقه مثل ما تشوفوها باقي الانارات، هذه سيرتيفايد للشهاده الاناره اللي طلعها انه من مصنعهم او جاهزه من شركه شيروز. هذه ورقه اللي تشاهدوها امامكم. حاليا راح نفك العلبة ونفك الإنارة. طبعا بالبداية هو هذا ستاند الإنارة، وهاي الليدات
انصدمت. بصراحة شركة تشيروز صدمتني هاي المرة. صدمتني انهم مستخدمين الليد الووتر بروف. صراحة اول مرة اشوف انارة ووتر بروف. تلاحظون هاي الليدات بهاي الانارة محطوطة على بورد جيلاتيني، وهذا الليد كذلك محطوط عليه جيلاتين وظاهر امامكم. مثل ما تشوفون قدامكم هذا الليد وهاي تفاصيله ريد بلو جرين. طبعا مثل ما تشوفون هنا اذا واضحه او لا ما اعرف، هي الجرين هو الليد الاعلى، خلينا نصوره واضح، والليد الاعلى والثاني الريد والثالث البلو بالتفصيل. هذه بصراحه ووتر بروف، يعني محطوطه جيلاتين، محطوط جيلاتين لهذه الاناره. البورد ما توضع عن الليد محطوط فوقها جيلاتين كذلك. هذا الليد هو الليد اعتقد اذا لاحظ ما عليه شيء، مو مثل باقي الانارات يحطون فوقها بورد وهيت سينك. مثل ما تشوفون هاي شيء غريب اول مره اشوفه صراحه بالانارات الجديده او الانارات القديمه. خلينا نشغلها ونشوف. هذا الذراع اذا راح يتركب طبعا يندفع هذا الشكل، يندفع وينحط هنا ينشد. دير بالكم من السن. طبعا هذه الإنارة هي من ستانلس ستيل مطلي من اللون الأسود. هذه الطريقة احكمت هاي الجهة وهذا الطرف. بعدها هذه البلوتوث مال الماكينة الإنارة، وهاي من هنا تربط جهة بأخرى. مثل ما تشوفون بهذه الطريقة انشدت جهة بأخرى. عندنا هذا الباكيت اللي بيه الباور سبلاي. هذا الربط بهذا الشكل هنا في المكان. طبعا هذه متكونة الإنارة من هيت سينك حراري يقوم بعملية سحب تشتيت الحرارة اللي يخرجها الليد. قد شغله وين تقعد هاي الإنارة؟ أنا هسه صافن بيها. تقعد بهاي القاعدة، تقعد بهاي القاعدة بداخل Thank you.
بعد هاي الفترة كلها شديت الذراع، طبعا لازم تحط شكلها من فوق الذراع، انتبهوا على عملية شد هذه الشي اسمه البلغة، لأنه بيها فد جزء لازم يثبت بالأول يلا تنشد، يعني بيها فد بيضة. Thank you.